الشياطين لهم ثلاث أوقات، احفظوها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترك الأطفال يلعبون في هذه الأوقات، وقت غروب الشمس، وقت شياطين قبل غروب الشمس، ويسمى الأصيل، هذا وقت شياطين ما ينبغي يقام فيه عرس ولا يقام فيه شيء، بل يكون ذكر الله وتسبيح الله بالغدو والأصال. اثنين، وقت العتمة. العتمة ما بعد العشاء إلى منتصف الليل، هذا يسمى عتمة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد صلاة العشاء. سمر الكلام، يعني الواحد إذا صلى العشاء يصلي شفع الوتر ويحط رأسه ينام. من بعد العشاء تبدأ الشياطين، تأتي المجالس والجالسين والحفلات والمحتفلين، وتلعب فيهم لعب حتى يكون وقت الثلث الآخر من الليل، تفر الشياطين وتتنزل الملائكة